في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كلام خطير جدا، يقول: رب تال للقرآن يلعنه القرآن. هي نصيحة أقدمها لنفسي أولاً، ثم أقدمها لإخواني ممن يريد أن يحفظ القرآن ويتم حفظ القرآن كاملاً. لماذا رب تال للقرآن يلعنه القرآن؟ لأن هذا الشخص الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ولا يطبقه ولا يعمل ما فيه أبداً، هذا الذي يلعنه القرآن كما قال أنس بن مالك. يعني مثلاً يحفظ آيات الربا وهو يأكل الربا، يحفظ الآيات ثم ينصح الناس وهو يأكل الربا، يقرأ آيات تحريم الغيبة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، حفظ هذه الآية وهو يأكل لحوم البشر ويتكلم بالناس وينم بذلك وذلك وهذا أخيه وهذه أخته ويتكلم بالبشر، يحفظ آيات بر الوالدين وهو أكثر الناس ممن يعق والديه. هذا هو الأمر الخطير. قاعدة أساسية في حفظك للقرآن أن تحفظ القرآن وتعمل بهذا القرآن وتطبق هذا القرآن. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفظون أول 10 آيات من كل سورة ثم يطبقونها ويعملون بما فيها حتى يرضوا الله سبحانه وتعالى، ثم يرجعون فيحفظون 10 الأخرى ثم يطبقونها. معنى هذا الكلام أنه هو الأصل مو بكمية الحفظ، ولا أنت متى حفظت وش كثر خلصت، هو الأصل اللي تحفظه هل أنت قاعد تطبقه في حياتك. هذا أمر مهم إخواني، والله مهم، ونصيحة من القلب إلى القلب. لما نرجع إلى سورة الزمر فنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول كلام رائع وجميل عن اتباع القرآن والعمل بالقرآن، فيقول: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. رب العالمين يقول اتبع ما في القرآن، احفظ، جميل أن تحفظ ولكن تتبع وتطبق ما في هذا القرآن. وآية أخرى في سورة الأنعام عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. في معركة اليمامة عمار بن ياسر، هذه المعركة الذي قتل فيها كثير من الحفاظ، عمار بن ياسر ينادي بأهل القرآن يقول: يا أهل القرآن زينوا القرآن بأفعالكم. الله أكبر، دعونا يا حفاظ القرآن، يا من يريد أن يحفظ القرآن، أن نزين كل حياتنا القرآنية بتطبيق بكل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المعجز. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في المغرب التقيت مع نموذج آخر متميز، تعالوا معي نتعرف على تفاصيل قصته مع الحافظ حسن المسيلم. شيخنا، بس نبي تحدثنا عن بدايتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى.
بدايتي لحفظ القرآن وأنا في سن الطفولة، أولا كان أبي ووالدي جزاه الله خيرا عنده 5 من الأولاد، فالباقي غيري يعني كلهم قال سأدخلهم إلى المدرسة، إلا الولد حسن هذا سأخصه بالقرآن بكلام الله عز وجل. وفعلا كان حبه لحفظ للقرآن الكريم كان فيه خير كثير، وسترون ما أقول باختصار. والدي لما كنت صغير أخذني وأنا عمري 9 سنوات أو 10 سنوات يعني لا أذكر بالضبط، أخذني إلى المسجد ولا أعرف لا الحروف ولا الكتاب ولا أي شيء. بدأت أتعلم وسط الحلقة مع الشيخ، مع الشيخ جزاه الله خير، يعلمني يحفظني القرآن يحفظني الحروف الهجائية، فحفظتها في وقت وجيز. ثم بعدما حفظتها علمني الكتابة كيف ألصق الحروف بعضها إلى بعض كذلك في وقت وجيز، وهذا ما عرفت سره كيف تعلمت الحروف في وقت وجيز والكتابة في وقت وجيز، هذا لحب والدي للقرآن الكريم. ولعل المشاهدين الآن يرون ويسمعون ما أقول، فعزيمة الوالد أو الولي أو الأب فحبه للقرآن الكريم له دور كبير على ابنه، فإذا كان حبه للقرآن الكريم سيبارك الله فيه ويبارك في ابنه كثيرا، وكيف وتتجلى هذه البركة في الابن، يتعلم في أقرب وقت ويحفظ في أقرب وقت فيكون نبيا. فهذا الذي أوصي به، فتكون عند أولياء الأمور لهم عناية وحب، ما يكون فقط رغبة هكذا عبث ولدي في القرآن، لا أتكون له نية خالصة لله. وهم كثر الذين يجعلون أولادهم في القرآن ولكن هكذا. جزاك الله خير. لا 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 يا أخي الكريم، أنت سهل عليك، أغير نية بس. هي نية بس كذا عبث، لخليها نية لله، التقرب، تريد بابنك لحفظ كتاب الله التقرب إلى الله عز وجل، وجعله من أعظم العبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات ساء ما يحكمون. احنا عندنا في المغرب هو عرف، لا اقول عادة، عرف الطلبة الذين يحفظون كتاب الله عز وجل اذا ختموا الختمة الاولى والثانية يبدأوا يفكرون كيف يخرجون من قريتهم التي نشأوا فيها، حتى يتفرغوا لحفظ القرآن الكريم بالكامل، حتى ما يبقى أبوه يشغله بشيء أو أمه أو إخوانه. فخرجت من قريتنا كذلك لبعض القرى تبعد عن قريتنا 7 كيلو كذا، وجلست فيها مدة فحفظت كتاب يعني الله. تركت أهلك ووالدك ووالدتك وإخوانك وزملائك من أجل القرآن، هذا لا شك فيه. تركت الأب والأم اللي هم في المرتبة الأولى عندي طبعا، الأب والأم والإخوان والعائلة والقرية والمنشأ الذي نشأ، كل هذا تركته من أجل حفظ كتاب الله عز وجل. وكتبت القرآن فيما يخص هذا، كتبت القرآن على اللوح 7 مرات أو 8 كاملا ما شاء الله، هذا بفضل الله علي، الحمد لله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يمن على عبادي كذلك. آمين. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه
وعملت فيه وعملت فيه وعملت فيه عملا ومعلما. من الأمور الرئيسية والأسرار المهمة التي تجعلك باستمرار مع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن تقرأ سير الصالحين من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سيرهم جميلة وقصصهم معبرة تأثر في قلبك يا حافظ القرآن. لما تقرأ عن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كيف كان يحفظ القرآن وكيف كان يقوم بالقرآن، لما تقرأ عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف كان يعمل بالقرآن، لما تقرأ عن عثمان بن عفان صاحب الكلمة الجميلة والرائعة عندما قال لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان كان يقوم الليل بالقرآن كله. تخيل أنت تقرأ هذا الكلام، شنو تصير همتك؟ عبد الله بن مسعود لما أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقرأ علي القرآن. أبي بن كعب سيد القراء لو تقرأ سيرته الجميلة والله ما تترك القرآن أبدا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ترجمان القرآن. المهم والشاهد من هذا الكلام أنك إذا قرأت سير هؤلاء راح ترتفع همتك وبإذن الله تحفظ القرآن وتعمل بالقرآن وتتدبر القرآن بإذن الله تعالى. نموذج آخر من هذه المؤسسة الجميلة، مؤسسة أبرار لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة الذهنية، معي الشيخ ما شاء الله الغالي شيخ محمد. شيخ محمد عرفنا عن اسمك. الله يكرمك. اسمك إيه؟ محمد رفعت خليل. ما شاء الله محمد رفعت خليل. كم عمرك شيخ محمد؟ إيه؟ كم عمرك؟ حفظ القرآن كنت أعمى. ما شاء الله عمرك كم؟ كنت أعمى بس. ما شاء الله. طيب يعني كم أنا عمرك؟ دخلت معهد. أنا عايز أعرف عمرك. عمرك إيه؟ كم عمرك ما شاء الله؟ 28. 28. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تحب تحفظ القرآن كله شيخ؟ والله. تريد تحفظه كله؟ أيوة. وحتحفظه ولا مش حتحفظه؟ لا أنا بحفظ البقرة ولا الأبرار. جزء عمة بس. جزء عمة. قول آمين. إيه؟ قول معايا آمين. آمين. تحفظ القرآن كله. إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبي. طيب أسألك في جزء عمة. إيه؟ أسألك في جزء عمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان لا غرك بربك الكريم الذي خلق تتواب عجلك بأي صورة ما شاء كبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله ما شاء الله شيخ محمد. الله يخليك. والله ما أجاملك. الله يخليك. قراءتك جميلة. الله يخليك. تجويدك رائع يا شيخ محمد. الله يحفظك يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. على فكرة يعني إذا يسمح لي شيخ محمد، الشيخ محمد مصاب بإعاقتين وليست إعاقة واحدة، هو مصاب بإعاقة ذهنية وإعاقة سمعية، ولكنه يحب القرآن حبا كثيرا. تحب القرآن ولا لا؟ أوه. ليه؟ طيب ليه عايز تحفظ القرآن يا شيخ محمد؟ إيه؟
ليه عايز تحفظ القرآن كله؟ والله قراءة القرآن أحسن حاجة. نعم قراءة القرآن أحسن حاجة. عايز أسألك آخر سؤال كده في القرآن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لم يعرف فحافظ. ما شاء الله ما شاء الله حبيبي. شكرا شكرا على هذا اللقاء يا شيخ محمد. إيه؟ الله يكثر من امثالك ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا حبيبي. محجة البيضة بهالحق معلوم هدايتي احيا خفوقي وسرات ربتني اياتك فلا نمحر في روضها العين قرّت. هل تعلم يا حافظ القرآن أن هذا القرآن يدافع عنك؟ أنت الآن مع القرآن، تحفظ القرآن، تراجع القرآن، تعمل بهذا القرآن، تتدبر هذا القرآن. القرآن هو حياتك، لكن هذا القرآن لن يتخلى عنك في يوم القيامة. وإذا تكلمنا عن يوم القيامة يعني عن أهوال يوم القيامة. تخيل معي يا حافظ القرآن، عندما تدنو الشمس من الخلائق، كل شخص في هذا اليوم يحتاج إلى شفيع، يحتاج إلى شخص ينقذه. أما حال حافظ القرآن مختلف في هذا اليوم، لأنه يعلم أن له شفيع هو القرآن يأخذه إلى الجنة. والذي قال الكلام هو الذي لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لك، القرآن يدافع عنك، القرآن يأخذك إلى الجنة. بكل هذا الكلام إلى الآن لم تبدأ بحفظ القرآن الكريم. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا